مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرتكم الجوية الرئيسية اللي طلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي. إذا نبدأ هذه الورقة الجوية مشاهدينا الكرام بإحدى المناظر الجميلة وإحدى الشواطئ الجميلة اللي تشهد إقبال السياح. إذا اليوم حنسافروا بكم لسكيكدا، الشاطئ غار قرابلو المتواجد بإذا كهف، الوصول إليه يكون عن طريق البحر. إذا هذا منظر طبيعي جميل يشهد إقبال السياح، إذا وهذا اللي جماله وكذلك للهدوء اللي تتميز به هذه المنطقة شاطئ غار قرابلو. إذا بالنسبة للوضعية المرتقبة إن شاء الله موجة حر راح تستمر على أغلبية الولايات الصحراوية، درجة حرارة راح تبقى جد عادلة واستقرار جوي راح يكون في الموعد. بالنسبة للوضعية المرتقبة كما سبق وذكرنا الصفاء على الولايات الساحلية، الولايات الداخلية، ولاية الهضاب العليا، بعض السحب الكثيفة أيضا راح تويز شمال الصحراء. درجة الحرارة إن شاء الله مع الفجر نوعا ما نحس بأن درجة الحرارة انخفضت مقارنة بالأيام الفايتة على الولايات الساحلية الوسطى الشرقية والغربية، خاصة 18 درجة نسجلوها على البويرة، 15 درجة نسجلوها على قسنطينة، على تيسمسيل 17 درجة نسجلوها على سطيف باتنا خنشلة، 25 درجة مئوية إذا إن شاء الله نسجلوها على غردة يزلفانة بريان، ترتفع بمقياس درجتين على ورقلة توغرت حاتم سعود حاسي بركين، و 33 درجة أو بوسط الصحراء، 36 درجة كأعلى مقياس على إليزي. بالنسبة للوضعية المرتقبة إن شاء الله مشاهدينا بعد الظهيرة يبقى استقرار جوي، الرطوبة راح تبقى عالية لكن راح تخف مقارنة بالأيام الفايتة على سواحل الوسطى الشرقية والغربية، كذلك نترقبوا أمطار، أمطار راح تكون في الموعد زخات من الأمطار على تلمسان منطقة الغزوات، أجواء غائمة على شلف سعيدة وغليزان، كذلك زوابع رملية نشطة، الحيطة والحدر مشاهدينا الكرام بوسط الصحراء عين صالح، سرعة الرياح راح تفوق 70 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة إن شاء الله سخانة تبقى في الموعد كما نقولوا بين قوسين، وقتها شهر جويلية دائما يكون سخون، درجة حرارة عالية تبقى درجة حرارة عادية حتى آخر شهر جويلية إن شاء الله. نسجلوا 33 درجة مئوية على الجزائر، 34 درجة مئوية على قسنطينة تسمسيل، تستمر موجة الحر، تستمر سخانة، تستمر درجة الحرارة العالية على البويرة، على شلف، على سعيدة، على غليزان، هنا نسجلوا مقياس 46 درجة مئوية، 34 درجة مئوية على سطيف باتنا خنشلة أريس عين زال عين أرنت، 36 درجة مئوية نسجلوها على الجلفة الغواط تيارت، موجة الحر كذلك سخانة، درجة حرارة جد عالية 48 درجة مئوية تحت الظل على إليزي وجانيت، توخي الحيطة ثم الحيطة والحدر لأنه بعد الظهيرة إن شاء الله درجة حرارة جد عالية. نذكروا دائما مشاهد الكريم أنه بعد الظهيرة إن شاء الله خاصة لصغار السن ولأصحاب الأمراض المزمنة إذن عليهم بالحيطة والحدر، 42 حتى 46 درجة مئوية على بسكرة ومنطقة الواد. البحر إن شاء الله مشاهدينا الكرام، إذا البحر على العموم نهار غدا إن شاء الله راح يكون قليل اضطراب نوعا ما مع إذا اتجاهات رياح مختلفة، 20 كيلومتر في الساعة سواحل الشرقية، 25 كيلومتر في الساعة سواحل تنس دلس، و15 كيلومتر في الساعة سواحل الغربية. اتجاهات الرياح سواحل الشرقية إن شاء الله راح تكون الشمالية غربية، ترجع الشمالية شرقية على سواحل تنس دلس، الشمالية تماما على سواحل حتى سواحل الغربية سواحل مرسى المهيدي. مشاهدينا الكرام هنا الحقل الختام موعد نشرتكم الجوية إذا الرئيسية، نختموها كالعادة بموعدكم الفلكي لشروق وغروب الشمس، الشروق على الساعة 5:47 صباحا، أما الغروب إن شاء الله على الساعة 8:01 مساء. في الأخير نقولكم أكيد دمتم أوفياء لقناتنا قناة وطنية تيفي، متابعة شيقة أكيد مع بقية برامجنا، بقوا على خير، تلف رحتكم.